عسلم يا جماعة، نجي نشوف من بعضنا الانبوكسنج تا سامسونج جالكسي ازيرو 4. سامسونج جالكسي ازيرو 4 واحد من بين ثلاثة تليفونات اللي هبتوا في السيري ازيرو 4 اللي تتكون من ازيرو 4 او ازيرو 4 و ازيرو 4 اس. بالنسبة لجالكسي ازيرو 4 او والجالكسي ازيرو 4 اس حكيت عليهم قبل في فيديوهات، نجموا ترجعوا تتفرجوا في الانبوكسنج متاعهم. دونك كما شفنا حالين الباكو الكبير، نلقاو باكو صغير فيه الجيد دو ديماراج رابيد اللي هو هذا الكتاب الصغير، وهنا نخرجوا الهاتف من الغلاف كما تشاهدون هذا اللون النحاسي، زر خفض الصوت ورفع الصوت وزر الباور. بالنسبة لمنفذ الشاحن تايب سي ومنفذ السماعات جاك 3.5 مليمتر. هذا اللون هو اللون النحاسي الكوبر، موجود أيضا في الأبيض والأسود وفي بعض الدول اللون الأخضر. إذا نقوم بتشغيل الهاتف، بينما يفتح الهاتف نقوم باستعراض مكونات العلبة. بالنسبة للشاحن يأتينا بقوة 15 واط وهي الشحن السريع Fast Charging كما تشاهدون، يعني Chargement Rapide باللغة الفرنسية. هذا الكابل تايب سي، ومن بين الميزات التي يمتاز بها الكابل تايب سي وهي إمكانية إدخاله من الجهتين هكذا وهكذا لتفادي كسر منفذ الشاحن في الأماكن التي بها نقص إضاءة. والآن سأقوم بتسريع الفيديو إلى أن يفتح الهاتف كليا. بالنسبة لمواصفات الهاتف فهو يأتينا بشاشة 6.5 إنش بجودة HD Plus وبتصميم Infinity V Display. الهاتف يأتي بكاميرتين خلفيتين، الرئيسية 50 ميجا بيكسل والديبث كاميرا يعني كاميرا العمق لأخذ صور بورتري 2 ميجا بيكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية يعني السيلفي كاميرا تأتينا بجودة 5 ميجا بيكسل. وفيما يخص الأداء يأتي الهاتف بمعالج ميديا تيك P35 وهو معالج 8 نواة مقسمة إلى 4 نواة 2.3 جيجا هرتز و 4 نواة 1.8 جيجا هرتز. الهاتف يوجد في 3 نسخ كما تشاهدون على الشاشة. كما تشاهدون عند دخولكم إلى الرام الذاكرة العشوائية إلى الذاكرة العشوائية وهو الرام، تجدون كما تشاهدون رام بلاس، يمكن إضافة 2 جيجا أو 4 جيجا بايت حسب استعمالكم. الهاتف يأتينا ببطارية 5000 ملي أمبير وبنسخة أندرويد 12 وبواجهة سامسونج 4.1. والآن إخواني أخواتي لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء في فيديو قادم. باي باي.